لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه عير رجلا بأمه، وقيل إنه بلال قال له يا ابن السوداء. عن المعرور بن سويد رحمه الله يقول: لقيت أبا ذر بالربذة، مكان قريب من المدينة، لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، يعني هو عليه ثوب زين وطيب، وهو والولد اللي معاه أو الخادم اللي معاه عليه ثوب زين. يقول: فسألته عن ذلك، يعني ثوبك وثوبه واحد، فقال له: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فعيرته بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم يعني خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عير رجلا بأمه، وفي بعض الروايات ظهرت وهي رواية ضعيفة، قال أنه قال للرجل: يا ابن السوداء، يا ابن السوداء. فطبعا الخبر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني يعني هذا هو الخطأ، تعيير الناس بأمهاتهم وآبائهم والفخر عليهم، و كأن الإنسان يا إخواني يملك من هذا شيئا. هذا هو الخطأ الواقع في الحديث، الواقع في أمر أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أنه عير الرجل بأمه، قال له: يا ابن السوداء، يا ولد السوداء، قال له هكذا. فطبعا غضب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أمر الجاهلية، هاي التعيير هذا من الجاهلية. وأبو ذر يا أخواني، أبو ذر من الصحابة الذي لهم مقام عند النبي صلى الله عليه وسلم، لهم مكانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج خطأ أبا ذر، أو عالج خطأ أبي ذر بالغضب على أبي ذر، لأن أبا ذر أول شيء لأن الخطأ كبير، ولأنه من أبي ذر أكبر، أن أبا ذر رضي الله عنه من كبار الصحابة، الذين لهم وزن عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الكلمة هذه ما تصدر منك، تصدر من غيرك يمكن، وعنها ممنوعة ويؤاخذ عليها صاحبها، إلا أنها إذا صدرت منك أكبر وأكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه اللوم إلى أبي ذر رضي الله عنه، يقول له: أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك صفة من صفات الجاهلية. وهذا أحزن أبا ذر رضي الله عنه، الذي يعني أحزنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت فيك جاهلية الآن. يعني كان أبو ذر يحسب أو يظن أن يعني إيمانه صافي وأن إسلامه كامل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: بفعلك هذا تعيير الرجل بأمه، تقول له: يا ابن السوداء، هذا صفة من صفات الجاهلية، ويتنافر مع الإسلام ويتعارض مع الإسلام ولا يرضاه الإسلام، وأنت يا أبا ذر يعني ممن لهم قيمة، فكيف يصدر منك هذا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه رضي الله تعالى عنه. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ كما ذكرنا، وبيّن العلاج. العلاج هو مع الغلظة على الإنسان الذي تكلم، كما قلنا يعني أن أبا ذر أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زالت فيك عادة من عادات الجاهلية، فالتعيير بالآباء والأمهات والانتساب والافتخار عليهم هذا من أمر الجاهلية، ليس من أمر الإسلام، ولا يفعله الكبار، يعني الكبار الذين رجحت عقولهم وقوي إيمانهم مثل أبي ذر
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي عن أبي ذر أن يتصرف هذا التصرف. يعني كما يقولون يقول الشراح رحمه الله عند هذا الحديث أن يعني قال له فيك قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني ما زلت فيك ما زالت فيك عادة أو خصلة من خصال الجاهلية الخربانة العاثرة الجاهلية التي لا خير فيها، ما زالت فيك نقطة من الجاهلية. وهذا خوف أبا ذر أن إيماني وإسلامي ما زالت فيه نقطة من الجاهلية مما يكدر الإيمان والإسلام، فوبخه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ويعني من شدة توبيخ النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ما ملك نفسه أبو ذر رضي الله عنه إلا أنه اعتذر لهذا وأعطاه ثوبا. وفي بعض الروايات أن أبا ذر رضي الله عنه من شدة ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وضع خده على الأرض، يعني وضع رأسه على الأرض وقال لبلال، قيل أنه بلال المعير هو بلال كما تقول بعض الروايات، وقال لبلال ضع رجلك على خدي، يعني تأديبا لي ومن شدة ما أنبه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بلال رضي الله عنه رفض هذا ويعني عفى عنه. في واقع الناس يا إخواني، في واقع الناس هذا موجود، الانتساب بالآباء والأمهات والعصبيات، وهذا يعني بعض الناس يعيره بأن أمه سودة وأبوه أسود وأبوه من جنس الفلاني أو أبوه من الجنسية الفلانية حتى، وهذا حقيقة يا أخواني قصور في الإنسان، قصور في الإنسان. لماذا؟ أولا لأن ليكون هذا أسود أو أبيض أو أحمر ليس من شأن الإنسان، ليس من شأنك أن تكون أبيض أو أسمر أو أسود أو أحمر، وليس من شأنك أن يكون أباك أبيض أو أسود، ولا من شأنك أن تكون أمك سودة أو بيضة. هذا شأن الله سبحانه وتعالى. فأنت على أي أساس تعيره؟ هل بيده هو أن تكون أمه سوداء أو بيضاء؟ هل بيده أن يكون أبوه أن يكون والده من هنا أو هناك أو من البيئة الفلانية؟ هل بيده أن يكون من الجنسية الفلانية أو الجنسية الأخرى؟ ليس من أمر الإنسان هذا، هذا كله من أمر الله. هل بالله عليك أنت تستطيع الآن أن تكون من القبيلة الفلانية أو من الأم الفلانية أو من الرجل الفلاني بغير إذن الله عز وجل؟ ما تستطيع. أنت ولدت فإذا أبوك فلان من الفلانيين، وإذا أمك فلانة من الفلانيين، وإذا أنت أسود أو أبيض أو أحمر، هذا شأن الله عز وجل. فلماذا تعيره؟ تعيره بشيء يعني هو ذنبه هذا؟ تعيره بهذا الذي هو، هل فعل هذا الشيء؟ هل هو بإرادته أن يغير نفسه؟ هل هو الذي جعل نفسه في هذا المقام أو في هذا الحال؟ فلماذا تعيره؟ تعيره بشيء لا يملكه. هذه من الخطورة المكانية، يعني قصور العقل عند هذا الإنسان يا إخواني، يعني المتلفظ ونقصان العقل ونقصان الأدب واضح. يعني الله تعالى يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ما هو أنت ولا أنا. ويقول الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، أنت ما شهدت خلق الخليقة، ما شهدت لما خلق الله تعالى هذا أسود أو أبيض، ولا أشهدك الله سبحانه وتعالى، ولا طلب الله بك الشهادة. ثم هل تأمل مكر الله تعالى أن يجعلك الله تعالى يبدل الله حالك من حال إلى حال؟ والله لا تأمل مكر الله سبحانه. فلماذا تزعج الإنسان؟ ولماذا تجرح الإنسان؟ ولماذا تجرح بشيء ليس له ذنب فيه، ليس له دخل فيه، بل هو من شأن الله عز وجل؟ يعني الإنسان يا إخواني لو فكر في هذا سيجد أن الإنسان لا ذنب له أو لا دخل له في المسألة. ثم أن الله سبحانه وتعالى قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم. هذا الوضع الذي خلقك الله فيه
بحالك كله من لونك وشكلك وكبرك وصغرك، هذا الحال في هو أحسن تقويم، لأن الله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وإلا هذا الإنسان كان أبيض ثم تحول أسود بإرادته، ولا أسود تحول إلى أبيض بإرادته؟ أبدا، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني يقول يعني البلوى أن الإنسان إخواني يعني يقع في مثل هذا، وهذا من القصور والنقصان، أن الإنسان يقع في التفاخر بالأحساب والأنساب ويشغل نفسه، وأنا من الفلانيين وذاك من الفلانيين. يعني من أنت؟ من أنت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم إخواني عندما أنزل الله تعالى عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة، وقال يا عباس لا تقل إني عم رسول الله، اعمل فإن رسول الله لا يغني عنك من الله شيئا. يا صفية لا تقولي إني عمة رسول الله، اعملي فإن رسول الله لا يغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة لا تقولي إني ابنة رسول الله، اعملي فإن أباك لا يغني عنك من الله شيئا. ما يملك الإنسان، ما يملك شيء، غدا يقبل على ربه الإنسان ويسأله الله تعالى. يعني أنت لما عيرته أنت كأنك أعبت على الله سبحانه وتعالى، أنت تعيب خلق الله الذي خلقه أسود وأبيض، هو الله الذي جعل أباه فلان وأمه فلانة، الله سبحانه وتعالى، فأنت تعيب عليه. ثم لا تنسى مسألة وهي وما يدريك، قد يكون أفضل منك عند الله عز وجل. هذه الدنيا منتهية وذاهبة، أبو جهل من علية القوم وأبو طالب من علية القوم في الدرك الأسفل من النار، وبلال عبد الحبشي، وسلمان فارسي، لكنهم فازوا بمرضات الله، فازوا بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه، يقول له ما هو أرجى عمل عملته؟ فإني سمعت ضربا عليك في الجنة، أسمع خبطا عليك وانت تمشي في الجنة. وهذه بشرى من الله ورسوله لبلال رضي الله عنه. فبلال قال له يا رسول الله يعني ما توضأت وضوءا إلا وصليت ما كتب الله لي. فيقول له يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما هو العمل الذي رفعك وأدخلك الجنة بعد إذن الله عز وجل؟ فقال ما توضأت وضوءا إلا وصليت ما كتب الله تعالى لي، يعني من النوافل بعد الفرائض. فالإنسان يا إخواني قد يكون هذا الإنسان أحسن منك عند الله عز وجل، يعني أحسن من هذا الذي يشتمه. ولذلك خاف أبو ذر رضي الله عنه، خاف من تأنيب النبي صلى الله عليه وسلم، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. والإنسان يا إخواني ليس له إلا إيمانه وإسلامه، يقبل على ربه عز وجل بالإسلام والإيمان، ويوزن الإنسان بالإسلام والإيمان، لا يوزن بأموال، ولا يوزن بأن أباه فلان ولا أم فلانة ولا قبيلة الفلانية. كل ذلك من منتهي، وكل ذلك ذاهب، فلا أنساب بينهم يوم القيامة، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. لا فضل لعربي على عجمي، ما له فضل، ولا عجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. ثم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا هل بلغت؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فليبلغ الشاهد الغائب. فلذلك إخوان الإنسان يحرص ويعني على الاستقامة، وخاصة الإنسان إذا أراد أن يكون كبيرا عند الناس أو كبيرا عند الله وكبيرا في نفسه، يبتعد عن هذه السفاسف الأمور، تفاخر بالأحساب والأنساب، ويطعن في هذا ويطعن في هذا وهو غافل، لأن هذه الأمور شأن الله سبحانه وتعالى، ليس شأن هذا الرجل، ولا علاقة لهذا الرجل بهذه الأمور أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى
أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.